فيك سي سعد سلامي، معنا في البلاطو عضو مركز الجزائر الاستشراف الاقتصادي. صباح الخير. صباح العائد من منين جاي؟ كنت محظوظ، ربما كنت في الميدان وقفت وشفت هذا المركب الضخم. أهمية هذا المركب صراحة، مسؤولي سيفيتال قالوا بأنه يعد الأضخم عبر العالم وحتى الأكبر في المنطقة العربية والإفريقية، والجزائر تمضي سريعا في تحقيق حاجياتها أو تأمين حاجياتها الغذائية. يدخل هذا المركب أخيرا حيز الخدمة ويشرع في الإنتاج. ونعود إلى تصريح واضح لرئيس الجمهورية خلال لقائه بالولات مع الحكومة، اللقاء الذي يخدى شهر جانفي الماضي، قال بأنه الجزائر ستدخل عهد الإنتاج الحقيقي والفعلي لزيوت المائدة هذا العام 2023، وهذا الأمر اللي يتحقق الآن. شكرا مرة ثانية، سعيد جدا بالتواجد معكم من جديد. ذي غيبة دائما تنورنا. شكرا جزيلا. شوف، أعتقد أنه هو تحدي كبير. إحنا وقفنا يعني كنا شهود عيان على هذا المولود اللي هو تحدي كبير، فيه جملة من التحديات. تحدي كبير أنه شوف توجه الجديد التحول الاقتصادي يلزم لك بعض العوامل تدخل من بينها المنشآت الكبرى هذه اللي تحقق لك الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى اللي سطرتها الحكومة، واللي أيضا كما قلت أنت جات في العديد من المرات تدخل السيد الرئيس اللي مد تعهد أنه مع نهاية مي يكون عندنا زيت جزائرية. وأعتقد أنه ربما العموم ما كانش يعرف أو ما عندوش المعلومة أنه سيفيتال، مجمع سيفيتال، هو اللي خذا على عاتقه تجسيد هذا الفكرة أو هذا التحدي. وشفتوا البارح 30 مي كان تم التدشين ودخل مرحلة الإنتاج. قلت لك هناك جملة من التحديات. أولا هناك تحدي اقتصادي كبير، هناك تحدي ثاني كان هناك ضرورة لإثبات أن المتعامل الخاص الجزائري ممكن أنه يعني انفر، يعني ممكن أننا ندير أمور اللي تخلينا في هذا المستوى، مستوى المنافسة محلي والدولي أيضا، لأنه هذا المركب أنت قلت الأكبر هو رابع أكبر مركب لطحن البذور أو سحق البذور في العالم. زيتية. يعني طبعا ثالث زيتية، ثالث الله أعلم في حوض البحر المتوسط والرابع عالميا. وصل وحدة تقنية عالية جدا وبحدة التحكم أيضا في جزأرة إنتاج هذا الكرينو أو هذا التخصص في الصناعات الفلاحية أو في صناعة التحويلية في الفلاحة، اللي هو تحويل بذور الصوجة وعباد الشمس والكولزة تحويلها إلى زيوت. راح لحد الآن ينتج أربع أنواع من الزيوت أو أربع ماركات من الزيوت. بدون يعني الذهاب إلى التفاصيل، مجمع سيفيتال استطاع أن يحقق هذا الإنجاز الكبير. وتصور عدد يعني جملة التوظيف، يعني العدد العمال، عدد العمال في هذا المركب. إيه، وقبل هذا القيمة والتمويل، يعني لكوش على خرج هذا المركب، لأنه راح يربطه بالمصفات اللي موجودة في ميناء بجاية. هو جاي بالمحادثة واحد 500 متر ويربطه عبر أنابيب وعبر الطافية ذاك اللي يجوز فيه المواد الأولية. معناته راح يكون مركب كل كيزيدوا المصفات، شوف سحق البذور المصفات ثم التعبئة والتسويق. يعني وصلنا لوحدة أو ارتقينا في هذا التحدي إلى مستوى المنافسة الداخلية والخارجية. بالأمس السيد الرئيس المدير العام ذكر يعني في تصريح ذكر أنه باستطاعته تغطية السوق المحلية، يعني السوق الوطنية والفوائض ممكن أن نتحدث عن القيمة المضافة لهكذا نوع من المشاريع. لأنه إحنا كان الإشكال المطروح سابقا أنه المواد الأولية كنا نستوردها من الخارج، سواء ما تعلق بإنتاج زيوت المائدة أو أيضا حتى السكر. طبعا نستورد المادة الأولية من الخارج ونصنعوها احنا أو فيما يسمى بالتحويل هنا في الجزائر. بالتالي هنا قيمة هذا النوع من المشاريع أنك الآن تقوم بعملية متكاملة. أكيد. الشعار اللي رفعوه خلال تدشين هذا المركب أنه من الحقل إلى المستقبل، يعني أنشطة فلاحية جزائرية ومباشرة تذهب إلى المصنع الجزائري، والإنتاج أيضا يكون جزائري. وربما القيمة الأكبر أنه هذا المركب الضخم مثل ما أشار إليه مسؤولو مجمع سيفيتال هو الأضخم في المنطقة العربية والإفريقية وحتى على الساحة العالمية والدولية. معنا أيضا عبر الهاتف عبد القادر سليماني الخبير الاقتصادي والمستشار أيضا الاقتصادي. أهلا بك أستاذ عبد القادر. أهمية هذا المشروع بالنسبة للجزائر، بالنسبة لمجمع سيفيتال، على ضوء ما أشار إليه الأستاذ سعد سلامي، مركب ضخم الرابع أو الخامس عالميا، سيوظف آلاف العمال،
يقدم قيمة إضافية كبيرة الآن لهذا المشروع الطموح بالنسبة للحكومة الجزائرية، وأيضا ليولي إليه رئيس الجمهورية قيمة كبيرة أن نركز على الصناعة التحويلية الغذائية بالنسبة للجزائر، وأيضا نربطها بالصراع الحاصل الآن على الساحة الدولية وربما تبعات هذا الصراع الدولي وما تأثيراته أيضا على تأمين الدول لحاجياتها. الرهان كسبته الجزائر من خلال هكذا نوع من المشاريع؟ صباح الخير مولود، صباح الخير صديقي سعد الدينامو، وشكرا على الاستضافة الكريمة. حقيقة ما يقال على المشروع المركب الجديد لمجمع سيفيتال هو مشروع استراتيجي، مشروع حيوي، مشروع إدماج دعنا نقول وطني. تخيل صديقي مولود أنه جرى الاتفاق مع أكثر من 800 مزارع وفلاح في 20 ولاية جزائرية من أجل يعني لاكوليك، تجميع يعني البذور والمحاصيل الزراعية. تكلموا على اتفاقية في أضرار، في تميمون، في عنابة، في 20 ولاية. معناه اليوم سوف يتم يعني إنتاج ثلاث أنواع كما قال السي سعد من الزيوت عن طريق البذور الصوجة، بذور السلجم وبذور كذلك عباد الشمس. وهي هذه البذور اللي كنا في القريب نستوردها من الخارج بقيمة فاتورة توصل إلى 750 مليون دولار، بالإضافة إلى فاتورة أخرى هي فاتورة الدعم الحكومة صحيح. الجزائرية للزيوت، لا تنسى ذلك، لأنه باش نفهموا مليح المواطن الكريم أنه سيفيتال في المرحلة الأولى كان يستورد الزيوت الخامة ثم يعيد يعني تعبئتها، ثم راح إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التكرير كما قال السي سعد في بجاية، واليوم في المرحلة الثالثة وهو يعني التحكم في البروسيس في النمط الإنتاج من ألف إلى ياء، أي من الحقل مباشرة إلى المستهلك النهائي. هذا الشيء يضمن تقريبا ألف منصب عمل مباشر، تقريبا 4000 منصب غير مباشر، بالإضافة إلى شبكة كبيرة من التوزيع من يعني اللوجستيك اللي تشمل كل التراب الوطني. فاليوم يعني وفق هذا المجمع في تحقيق مقاربة اقتصادية مبنية على تضافر الجهود والتحكم في أساليب الإنتاج. وكنا ذكرناها في قناة النهار، قلنا لماذا يعني مجمعات أخرى مثل شركة الحليب وشركة السكر الأخرى لماذا لا يعني تنتج هنا بذورها وموادها الأولية مثل القطن، مثل مادة الكاكاو، مثل البن، مثل الحليب الأثقار. كل هذا المفروض نوصل إلى نسبة إدماج عالية. اليوم لدينا بلد هو الجزائر بلد قارة لديه إمكانيات كبيرة. صح وربما مجمع سيفيتال أقام الحجة ربما على بقية المجمعات الأخرى، أشرت إلى الحليب وغيرها، أنه رفع الرهان ممكن وإنتاج أيضا المواد الأولية ممكن في الجزائر. تفضل بقى معنا سعد القادر سليماني. أشار إلى نقطة جد مهمة أستاذ سعد سليماني، هو فيما يخص هذه الرسالة أيضا بالنسبة للمزارعين. الجزائر مضات في قضية الزراعة الاستراتيجية بما يحقق من تأمين لهذا النوع من الصناعة التحويلية التكريرية، السلجم الزيتي، عباد الشمس وغيرها، وشفنا تجارب ناجحة في أكثر من ولاية. الآن هذه الرسالة اللي اليوم موجهة أيضا لهذا النوع من النشاطات الزراعية أهميتها، وهي رسالة طمأنة أن المنتوج الآن فيه مصنع كبير وضخم يستوعب كل الإنتاج. شكرا مولود، تحية خاصة لسي عبد القادر لأنه ملم بالموضوع وبالحدث. شوف علاش قلت لك أنه هو تحدي كبير وفيه جملة من التحديات. سيفيتال رفعت مستوى التفكير وأيضا طموح الاستثمار هنا في الجزائر، الشيء اللي كان يعاب عليها. أعتقد أنه كان رغم أعمال كبير سيفيتال كانت تستثمره يعني في الخارج، الآن أقام الحجة كما جاء في الحديث نتاعك على السلطات العمومية اللي من المفروض لازم تبقى في هذا المستوى في هذه الوتيرة، ترافق في خاصة المتعامل الخواص. ارفع الحجة أيضا على الفلاحين، لأنه الآن عندك زبون اللي يقتني عليك المنتوج تاعك في هذا التخصص، يعني هذه الزراعات اللي تدخل في إطار التحويل أو التصنيع الغذائي، ومركب ضخم يستوعب كل إنتاج، يستوعب كل المنتجين، كل الفلاحين المنتجين في هذه الشعبة بالضبط، يستوعب الجميع. لأنه الآن راه يستورد كميات هائلة يعني ما يقدرش يتصورها الفلاح البسيط
وين راه واصل هذا المركب واش يقدر يستوعب. من جملة التحديات أيضا هي قضية الرهان على الوقت. شوف التزم بالوعود اللي قطعت في شهر ماي الآن بالتحديد في نفس الوقت إنسان لازم يمد وقت يكون عنده المعطيات اللي تخليه يوصل لهذاك التحدي. ومشكورين السلطات المحلية سيد على رأس سيد الولي اللي ذلوا كل العواقب أمام مثل هكذا استمرار ومتواجدين، يعني مشكورين على المجهود اللي راهم يبذلوا فيه. وهذا هو طموح أنه المسؤولين في الإدارة المحلية يكونوا بنفس طموح وبنفس الأفكار وبنفس السرعة اللي موجودة في المركزية. هنا نستطيع أن نقول أنه برامج الحكومة والتعليمات تاع السيد الرئيس ممكن أنها توصل إلى نتائج في الأجل المحدد، على الأقل ما نقولوش في قبل النتائج ولكن في الأجل المحددة. هذا إداريا. تقنيا أعتقد أنه لما نقول رابع مركب وش معناته؟ معناته أنك راح تبحث عن التنافسية، والتنافسية مش في الداخل فقط، في الخارج أيضا، وهذا اللي يخلي هناك منافسة كبيرة ويخلي عندك أعداء كثر في السوق خاصة في حوض البحر المتوسط، وهذا اللي صادفه سيبيطال. لكن رغم ذلك حقه، وأعتقد أنه راح يقاوم في الداخل وفي الخارج باش يوصل يحقق الوعود اللي قطعها. من جانب التشغيل التوظيف كما كنا نهضروا، خلق الثروة محليا والتنمية محليا، أيضا تثبيت قواعد وأسس في مثل هكذا مركبات عملاقة اللي تخلي تصير كقاطرة هي اللي تسحب الاقتصاد الوطني، سواء بالنسبة للاستثمار كمبالغ مالية. الفكرة أيضا أنتم تعرفوا أنه لما كنا في مرحلة الأزمة ومرحلة الغرق، يعني الأزمة الصحية وبعدين جت الأزمة الأمنية في الروسية الأوكرانية، الغرق هذاك خلى الأسواق العالمية تمسك بعض المخرجات وخلت بعض الدول، اعتقد مثلا نعطي مثال الشرق الاوسط، كله صار بدون خبز لانه القمح نتاعو كان يجي مثلا من اوكرانيا. مثلا الصناعه التحويليه كانت تجي ايضا من الخارج. نفس الشيء بالنسبه للجزائر، اذا لازم نكونوا في منأى عن مثل هكذا طوارئ ونكونوا في منأى عن تبعية. انا سمعت السيد الرئيس المدير العام يقول انه الاوبجيكتيف تاعنا كايديولوجيا هو هذاك لوتوسيفيزونس، نروحوا للاكتفاء في اكتفاء الغذاء في السعف الغذائيه، ونروحوا ايضا للاستقلاليه. لما قال ايضا بانه هذا المشروع يجسد رؤيه الرئيس تبون للتحكم الكامل، هكذا نوع من مشاريع أكيد. وتامين حاجياتنا الغذائيه. تشوف هذا النسق وهذه لاكادونس ما بين متعامل الخواص سواء كانوا العموميين ويعني اعلى هرم السلطه القرارات اللي اتخذ. لكن الشيء اللي انا عجبني فيه بزاف هو انه قال لك نطمح الى تحقيق السياده والسياده الوطنيه، وبالتالي نستطيع ان نتخذ قرارات سيده بدون تدخل اي مؤثر خارجي. ممتاز ممتاز. سنعود لاستكمال هذا النقاش معك سي سعد سلامي والاستاذ ايضا عبد القادر سليماني بعد فاصل قصير. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، وجدد الترحيب بضيوفي الاستاذ سعد سلامي عضو مركز الجزائر الاستشراف الاقتصادي. اهلا بك من جديد، والعائد من بجايه اللي عاش هذه اللحظه تدشين هذا المركب الضخم لسحق البيوت الزيتيه في بجايه. ايضا سيكون معنا مشاهدينا بعد لحظات دكتور هواري تغرسي الاستاذ الجامعي الخبير الاقتصادي، هو الاخر عائد من بجايه. كذلك اجدد الترحيب بعبد القادر سليمان الخبير المستشار الاقتصادي، اهلا بكم جميعا. أستاذ عبد القادر سليماني، ما الذي يعنيه أن تمتلك الجزائر هذا النوع من المركبات الضخمة لسحق البذور الزيتية وتأمين هكذا نوع من صناعات تحويلية ضخمة على ضوء ما ذكره أستاذ سعد سلامي في أسواق من بينها الجزائر كانت يعني خاضعة لتبعية أو ترتهي لتبعية الخارج فيما يخص تموينها بهذه المواد الأولية، وعشنا تجارب يعني دفعت الجزائر وكثير من الدول إلى الذهاب سريعا لتأمين حاجياتها، جائحة كورونا، الصراع الآن في أوكرانيا، تذبذب في سلاسل الإمداد وغيرها، يعني من الاضطرابات اللي تشهدها وتأثر بشكل مباشر سواء السعر النهائي اللي يوصل للمواطن فيما يخص هكذا نوع من المنتجات، وأيضا ضمان وفرة هكذا نوع من المنتجات بالنسبة لأسواقنا المحلية، وبالتالي أهمية هذا المشروع وما الذي يعنيه للحال الجزائري. حقيقة امتلاك الدولة الجزائرية لمشاريع ومركبات بها مثل هذا الحجم سيضمن لها أولا الوصول إلى الأمن الغذائي الذي أصبح رهان علني في خضم يعني التجاذبات السياسية. نعرف أنه يعني بعد جائحة كورونا وبعد الحرب الأوكرانية أصبح ربما الوصول إلى المواد الغذائية أصبح من ربما شيء شاق جدا، حتى لو كان
تمتلك الأموال لم تجد المورد يعني المضمون والآمن. بالإضافة إلى أنه المرحلة الثانية هي تقليص فاتورة استيراد البذور والمواد الأولية أو الزيوت، يعني الزيوت الخام التي نسميها في التي تدخل في صناعة الزيوت المائدة. ونقطة مهمة جدا ربما لم نتطرق إليها هي الأعلاف الحيوانية. نعرف أن الجزائر في ظل الجفاف الكبير الذي كان في بعض مناطق الوطن خصوصا من ناحية يعني تربية المواشي والدواجن اللي وصل أسعارها إلى يعني أسعار كبيرة. شفنا مثلا لحم البقر مثلا وصل إلى 2700 دينار، الدواجن كذلك يوصل إلى 400-500 دينار. كان المشكلة لدى الفلاح والمربي أنه الأعلاف تأتي ربما من الخارج بأسعار كبيرة، وشفنا ربما المشاكل كبيرة اللي كان يعاني فيها كذلك فيما يخص المساحة المزروعة. اليوم وصلنا إلى تقريبا 100,000 يعني هكتار من الذرة والحبوب الأخرى. فنوصل أنا بمثل هذه المجمعات سيضمن لنا أعلاف للمواشي، وبالتالي سيتم تخفيض أوتوماتيكيا سعر اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى تشجيع خلق مؤسسات المناولاتية. الأخ مولود نتكلم على الأقل 4,000 شركة صغيرة ومتوسطة وشركات لتنشط التوزيع وفي الستارت اب وفي 20 ولاية راح تتعامل مباشرة مع مجمع تيفيتال أو حتى المجمع الآخر الموجود في جيجل أو مجمعات في وهران اللي تمشي في ناحية التكرير الزيوت هذه. بالإضافة أنه التبعية راح تنخفض جدا، والجزائر يعني يصبح لديها السيادة الاقتصادية إلى وصلت إلى الأمنها الغذائي. فبمثل هذه المشاريع وبمثل رفع القيود، تعرف أنه سيمولوت أن هذا المشروع المفروض في 2017 يدخل إلى حيز الخدمة، لكن لظروف بيروقراطية لظروف خارجة عن نطاقات اقتصادية، اليوم السيد الرئيس تبون أمر أنه يجب رفع العراقيل عن المشاريع المهيكلة. فاليوم الجزائر بفضل هذه المشاريع راح نقوله ما تخرج من الريع البترولي، لكن راح تفتح مجالات استراتيجية مثل الصناعة التحويلية والصناعة الغذائية. الزيوت والمواد الغذائية الجزائرية مطلوبة بكثرة في إفريقيا. لدينا أصدقائنا في السنغال ولا في البنين وكوديفوار يقول لك أنه يعني المنتوجات الجزائرية مطلوبة بكثرة، المشكلة بقية فقط في اللوجيستيك وفي مرافقة في تأمين أيضا هكذا نوع من صناعات. سي سليماني الأستاذ سعد سلامي، أنت كنت حاضر خلال تدشين هذا المركب الضخم. حسب ما شفنا من تصريحات المسؤولين، أحدث تقنيات معتمدة في هذا المركب، مثل ما قلنا يعني هذا النوع من المركبات يعني يعد على الأصابع متوجدين في العالم. أكيد. وبالتالي هذا يرفع أسهم المجمع وأيضا الجزائر فيما يخص هكذا صناعات تحويلية، ويصنفها من دول القلائل ربما في العالم اللي داخلة بقوة هكذا نوع من صناعات تحويلية وتأمين إنتاج وفرة زيوت تلبية الحاجية الوطنية. ونتحدث أيضا عن الدخول، ما سيسمح هذا المركب المجمع الدخول بقوة الأسواق الجوارية العربية والإفريقية، لأنه يتحكم في التقنية، يتحكم في المادة الأولية، بالتالي سيتحكم في الأسواق. أكيد. شوف لما الآن لو كان رانا نطمح أننا نكون موردين، الآن نصير مصدر ثابت يعني للزبائن تاعنا اللي ممكن أن نصدر لهم الزيوت. إحنا كنتكلموا على سيفيتال، سيفيتال هو مجمع فيه العديد من يعني بليزير فيليال، فيه كثير من الشركات والمنشآت اللي تابعة للمجمع هذا. الصناعة الغذائية هذا عن حدة لأنه هو التميز. لما توصل لهذا المستوى باش تحقق مركب بهذا الحجم هنا في الجزائر، اللي يتحكم ايضا عنده فرع خاص، عنده فرع خاص اللي يقوم بتوفير ضمان وتوفير الماده الاوليه اللي هي البذور اللي هي اساس العمليه عمليه السحق. هنا توصل لدرجه كبيره من الارتقاء في مفهوم الاستثمار. إذا كان عندنا طموح كبير احنا في الجوار، تتكلم في الجوار يعني دول افريقيا الشماليه وافريقيا الغربيه، وايضا الهدف الاسمى اللي هو ربما اللحاق بمجموعات البريكس. من هذه المنشآت تخلي نظام البريكس يصنفك كدوله اللي عندها منشآت تقدر ترفع تحدي الانضمام.
هي زيادة عن المواد الأولية، يعني الجزيرة واش عندها ذروات، زيادة عن اليد العاملة، الخبرات اللي تحققت في مثل هكذا مركب. نقول لك حاجة، من ضمن 400 أو ما يزيد من الإطارات، لأنه معظم العمال اللي في مركب مهندسين يحتاج، لأنه قضية تقنية وقضية آلات، تحكم في الآلات وتحكم في سلسلة الإنتاج، يعني لطابي. وحتى البارح أعتقد المدير المشرف على الصناعات الغذائية في المجمع قال بأنه كل المهندسين من خريجي الجامعات الجزائرية. أنا رايح لك النقطة هذه، هي عملية التوأمة ما بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي. الجامعة الجزائرية، جامعة بجاية وبعض المعاهد المتخصصة، كل المهندسين جايين من الجامعة الجزائرية وخريجي الجزائر. هناك طبعا للناس اللي دايره دراسات اللي هم الاطارات الخبره، دايرين دراسات في الخارج وكذا. حتى كي تشوف السيد الرئيس المدير العام، انا مانيش نرمي عليه في الورد، لكن كي توقف على الحقائق لازم تقولها، السيد المدير العام خريج اوكسفورد، واش راح تسنى؟ تسنى انه التفكير يكون على الاقل سليم بالنسبه للتوظيف، يعني الموارد البشريه، بالنسبه للتمويل، بالنسبه ايضا لا فيزيون، يعني الرؤيه وين موجه المنتوج هذا، على باله بلي عنده السوق يعني نشطه جدا، تستهلك ماده الزيت خاصة موسميا. هناك يعني بعض المواسم اللي تستهلك كثيرة، مثلا موسم شهر رمضان راك تعرف وين توصل عملية استهلاك الزيوت. إذن هناك رؤية، هناك يعني تمويل، في نصمة، هناك تكوين. شوف كاين خريجي جامعة حديثي العهد، يعني ناس تخرجت في 2021 راهم موظفين، وهما مستقبل هذه المركبات، هما مستقبل هذه الوحدة، وهما لا عفوا هذا المجمع اللي هو سبيطار، هما مستقبل الصناعات التحويلية في الجزائر ومستقبل الاقتصاد الجزائري. وهذا استثمار أيضا، استثمار. تصور المجمع أنك تمتلك مئات الإطارات المتمكنة من هكذا نوع من الصناعات، وهكذا نوع من المركبات بأحدث تقنيات متواجدة في العالم. أكيد هو استثمار أيضا في المورد البشري. طبعا إذا ارتقى مستوى التكوين، راه تخرج لك إطارات في مستوى عالي جدا. عندنا اطار واحد اللي هو اجنبي طبعا، اللي يجي من المؤسسه الام اللي تبيع لك يعني الماشين الاليات وكذا. عندنا واحد فقط في الازيد من 400 وكذا، وهناك تخصص، هناك يعني واحد الانديبندنس، الهدف منها ايضا هو تحقق هذيك الاستقلاليه في اقتصادنا وفي قرارنا الاقتصادي خاصه، بعدين باش نوصل للقرارات الساميه. اذا سيبيطال حققت العديد من التحديات، سواء بالنسبه قلت لك للتوظيف، مستوى التوظيف، نوع طبيعه يعني الكفاءات الموجوده في المؤسسه، استطاعت ايضا ان ترافق السلطات العموميه في قراراتها السيده، لانه لما يتخذ السيد الرئيس قرار سيد يقول في جوان ويلتزم متعامل خاص بهذه الدرجه، اعتقد انه استطاعوا ان يرفعوا التحدي واعطونا فكره للجزائريين للراي العام اننا كيش نقولوا اون بو فار، نستطيع ان ندير لما نحب ندير. رفع التحدي وسيجر معه ايضا بقيه، وهذا اللي نقوله، وهذا اللي نقوله قاطره المستثمرين الخواص او ايضا العموميين في القطاع، وهذا اللي نقوله. الشيء الجميل انه راح يصير قاطره بالنسبه للاقتصاد الوطني بصفه عامه كنموذج، يعني رفع التحدي خاصه في المناوله، القطاع الفلاحي، قطاع المخابر، البحر العلمي. اشرت ليها الآن لما يشوف متعامل ينشط في هذا المجال الصناعات التحويلية، يشوف متعامل معين اللي هو مجمع سيفيتال، أنه انتقل من مرحلة أنك تستورد المادة الأولية إلى مرحلة أنك تكرر هنا محليا، وتؤمن أيضا مادتك الأولية هنا محليا، تدعم نشاطات الزراعية المرافقة، ولكن أيضا فيه تغيير في طريقة التفكير، وأنك تدفع الآخر إلى أن يقوم بما قمت أنت. نفس الشيء، تشوف لو كل ما يقوموش بنفس الشيء راح يختفوا من السوق أكيد، لأنه شوف رفع مستوى التنافسية ورفع مستوى التحدي. يعني يقول لك شوف المناولة، لأنه حتى فيما يخص استيراد المادة الأولية، لو يوصل هذا المجمع بهذه الضخامة إلى تأمين الحاجيات السوق الوطنية حتى من ناحية السعر، يعني سيختفي مثل ما قلت بقية المتعاملين، أو سيدفعون إلى الدخول في هكذا نوع من صناعات حقيقية. أنت إذا كان لغيت فاتورة الاستيراد والعبور وكذا والشحن وتلغيها كامل، تقدر تحطها كاستثمار في الجانب الفلاحي. صحيح. مثلا شوف هو عنده خيارين، يا إما يدير المزارع، لأنه الآن عنده مزارع نموذجية مجمع؟ طبعا أبيك ديديري، أبيك ديديري في تقريبا في 6 ولايات تاعو، وانا نفضل انه يعمل بالمزارع نتاعو. لماذا؟ لانك لما تكون العلاقه مربوطه يعني مورد اخر فلاح بسيط، ممكن انه تصرى هناك العثرات، وانت ملتزم برنامج وكميات كبيره جدا. اذا عنده تقريب في 6 ولايات الان، راهم يجربوا يشوفوا على حساب المناخ واحتياط المياه الجوفيه والمساحه والتربه اللي تصلح باش تعطينا اكبر انتاج في القنطار. راهم يشوفوا منا على 6 شهور، ربما مع دخول العام المقبل نستطيع ان نقول انه المنطقه الفلانيه هي اللي راح تكون مصدر للتمويل بالبذور اللي راح
تدخل هذا المركب اللي والتعاون ايضا مع بقيه الفلاحين فهم. ممكن جدا تكون في اطار مناوله، تكون في اطار سوتريتونس، يعني يجيب الفلاحين هذون باتفاق ضمني، ممكن ان نسطر دي كونترا كيفاش نزود الفلاح مثلا بالبذور، كيفاش نزودوا بالادويه، نزودوا بالرعايه، بالمتابعه، ونضمن له التسويق تاع المنتوج تاعو. يكون عندك المشتري انت فلاح وعن ضامن المشتري، لانه كاين اشكال كبير بالنسبه للمستثمرين في قطاع الزراعات الاستراتيجيه في السابق، وحتى في التصريف للمنتوج، يعني في النهايه تلقاو صعوبات كبيره ولقاوش مشتري، وبالتالي احنا وضعنا حد وحل نهائي لهذا النوع من شوف مركب مثل هذا بحجم يستوعب الجميع، يستوعب الناس الكل، فلح فقط، وهذا النوع من البذور ما يفسدش يعني في اجل يعني اجل تاع وهي كلها نشاطات مربحه للجميع، للمجتمع، للفلاح، المستثمر في هذا القطاع، والاقتصاد الوطني. صحيح، والاقتصاد الوطني هو المستفيد في كل حالات، لانه هو الخاسر اذا ما استمرينا في استيراد الماده الاوليه من الخارج. استاذ عبد القادر سليماني، الان هذا المجمع تحدثنا عن التقنيه المعتمده، احدث التجهيزات، هو تقريبا يشتغل بطريقة أوتوماتيكية، اعتماد إذن هو نظام يشتغل وفق أحدث التجهيزات المعمول بها في العالم، أيضا فيه مكسب، هو مورد بشري مؤهل من خريجي إطاراتنا في الجامعات والمعاهد الوطنية، هذا مكسب آخر يضاف إلى مختلف المكاسب اللي يحققها هذا النوع من المشاريع. نتحدث أيضا عن أنك من خلال هذا النوع من المشاريع أنك تدفع بالمتعاملين الآخرين سواء في القطاع أو قطاعات أخرى، وتقيم عليهم الحجة أنه يجب أن تذهب إلى تأمين مواردك أو المواد الأولية تدخل في هكذا نوع من النشاطات. هذا صحيح مولود، يعني شفنا مركب بحجم هذا المركب اللي وصل تكلفته إلى ما يفوق تقريبا 160 مليون دولار، وكما هو معروف احنا في المجال المواد الغذائية نعرف أن في فيتال يعتمد على التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية. هو أقام الحجة على أولا على المصنعين الجزائريين المستثمرين الجزائريين خصوصا في مادة الزيت، لأنه الاستهلاك الوطني من مادة زيت المائدة هو 1600 طن يوميا، معناتها تقريبا بين 90 و100 شاحنة مقطورة يوميا، معناتها اليوم إذا كان الطاقة الإنتاجية تاع هذا المشروع اللي توصل إلى 11 طن يوميا من 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 11 زائد 5 زائد 6 تقريبا نتكلم على 20 طن يوميا من الماده الخام، فراح يوصل الى الاكتفاء الذاتي، وكما تفضل الاستاذ سعد راح يخلق نوع من التنافسيه، لانه اليوم بعد ربما سنه او سنتين الجزائر سوف تصل الى الاكتفاء الذاتي من ماده زيت المائده، ونروح ويجب الذهاب الى التصدير خصوصا مع مصانع اخرى مثل مصنع صافيا او مصنع الباهيه في وهران، فستكون المنافسه شرسه، لان الماده الاوليه ستكون جزائريه، ويعني السوق سيكون متشبع تماما، وهناك ضروره ان نذهب الى السوق ربما الموريتانيه، السنغاليه، النيجيريا، ليبيا، فهو خيار استراتيجي اننا نفتح اسواق جديده. وكان البارح واليوم الوزير السيد زيتوني في نيروبي من اجل التفاوض من اجل الدخول الى المنطقه التبادل الحر الافريقيه زيلكاف، فكل هذه الشروط تفرض على المتعاملين الجزائريين اولا انهم ينظروا الى افريقيا كسوق، ما يشوفوش الى 40 او 50 مليون جزائري فقط، هذا هو المستثمر الحقيقي، والمستثمر الحقيقي كما تفضلت الاخ مولود انه هو اللي يصنع الماده الاوليه. انا نوجد مثلا شركات متعدد جنسيات وشركات اجنبيه متواجده في الجزائر ما زالت تستورد ربما ماده فوده الحليب من صحيح. من صحيح. من استراليا. وفي ايضا نقطه جد مهمه استاذ عبد القادر سليماني، الآن مثل ما قال أستاذ ساعد أن هذا المجمع أيضا دخل فيما يسمى الاستثمار الفلاحي، فهكذا نوع من زراعة الاستراتيجية عندنا من الشركات العمومية، أيضا هي رسالة لمختلف الشركات العمومية وحتى الخاصة أنها تدخل أيضا فيما يخص الاستثمار الفلاحي، أنك تؤمن المادة الأولية هنا محليا، وأيضا يكون عندك نشاط في هذا النوع من زراعة الاستراتيجية أو مختلف النشاطات الفلاحية. صحيح، نشوف المستثمر الجزائري دائما يبحث عن للاسف على الشيء السهل، يعني يبحث عن الماده الاوليه انه ربما يستوردها، وكانت بعض ربما كما تعلم كانت بعض الشوائب تاعهم خصوصا على يعني الواردات انه تفخيم الفواتير، لكن مع مجيء السيد الرئيس تبون يعني نحى كل هذه الممارسات تاع الفساد، فاليوم المفترض على المفروض على المستثمر الجزائري انه هذا الناس اللي كان يستورد من عندهم من الخارج يدخل معاهم في شراكات مع قانون
قانون استثمار جديد مع بيئة اقتصادية محفزة. شفنا اليوم وزراء جزائريين موجودين في إيطاليا، موجودين في البرتغال، باش يعطوه ثقة لهذه الشركات الكبرى اللي هي اللي راهي تورد المدى الأولية أو التجهيزات إلى مستثمرين جزائريين. أنا المستثمر الجزائري اللي ربما قعد 20 أو 30 سنة في نفس يعني في نفس السوق وما داش شراكة مع المورد نتاعو، فهذا ما هوش يبحث عن المستقبل، هذا ربما هو يبحث عن الربح السريع. صحيح. فاليوم صحيح. الوطنية ونختم من هذا رسالة منك سي عبد القادر سليمان. لا، اليوم المستثمر الجزائري عليه ينتحل بكل بالوطنية، يعني المرافقة موجودة. شفنا اليوم الدولة خصوصا في الجانب الفلاحي، والله شهادة لله أنه مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية قالها بعظمة لسانه أنه يبحث عن الفلاح من أجل أنهم يدعموهم ويمولوهم. الفلاحين ربما أو المستثمر في مجال الفلاحة والزراعة هما اللي ربما ما مش حابين، ما عندهمش يعني الانيسياتيف المبادرة باش يروحوا يديروا التمويلات ويديروا شراكات مع الأجانب. ممتاز. أشكرك جزيل الشكر سي عبد القادر سليماني الخبير والمستشار الاقتصادي. أعود إليك سعد سلامي ونختم معك رسالة من مجمع رفع التحدي وأيضا عكس فعلا مجهود على الميدان، وهي رسالة للآخرين أنك إذا ما سعيت فعلا تستطيع إنجاز هكذا نوع من المشاريع في الميدان. أكيد أنا كي بدينا قلت لك وصلنا لواحد الدرجة أننا نفهم بلي نقدروا نديروا، كي نحبوا نديروا نقدروا نديروا. أنا نعطيك رسالة هو وجهها السيد المدير الرئيس المدير العام، هو قال لك الهدف تاعنا الأسمى والإيديولوجية هي الاستقلالية، الانديبندونس، نستقلوا عن الرافد الأجنبي، نولوا سادة القرار تاعنا، هذه وحدة. ثانيا قال لك لو كان ما يكونش واحد سيرتان دوغري، يعني واحد المستوى من الوطنية، الباتريوتيزم كان ذكرها لك سي عبد القادر ورك، تحس بالانتماء وتحس انك جزء من هذا المجتمع ومن هذه الامه، ما تقدرش تروح في مثل هكذا استثمارات، لانه لحد الان مازالت الرؤيه ضبابيه. لو كان ما كانش على هرم السلطه رئيس اللي عنده ايديولوجيا وعنده فكر قدر يحوله لمثل هكذا متعاملين خواص وعموميون. تذكرت قطاع عمومي تجربه كوسيدر في القطاع الفلاحي، الان راهي تجربه رائده في الفلاحات الاستراتيجيه، قمح وشعير، قمح بنوعيه وشعير. ايضا ربما تروح في مثل هكذا زراعات تحويليه موجهه الى التحويل، يعني استخراج الزيوت او كذا كما كان ذكرت سليمان، ايضا الاعلاف يعني يا با ديشي مركب كما هذا ما عندوش لو ديشي، ما عنده يخرج زيت بروت يبعثوا للمصفات والباقي يروح اعلاف تربية المواشي أبقار وأغنام وحتى الدواجن معنية بمخرجات هذا المركب. إذن الإيديولوجية والرسالة الأسمى هو أن نحقق الاستقلالية في القرار تاعنا الاقتصادي والسياسي من خلال هكذا استثمار، من خلال هكذا فكر أنه من الحقل إلى المستهلك، يعني المادة الأولية ننتجها هنا، المادة الاستهلاكية ننتجها هنا، وبالتالي راح نستقل وما نبقاش تابع لحتى واحد يقرر في مكاننا. ممتاز. أشكرك جزيلا. شكرا سعد سلامي العضو مركز الجزائر الاستشراف الاقتصادي. كنت منيت يكون معنا أيضا هو ريتي غرسي، لكن في مرة أخرى إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، وشكرا أيضا للمجمع اللي فقط مولود من فضلك ذكرت المجمع. شوف أنا ملزم أني نوجه شكر عظيم للمجمع سيبيطال على لا بريزون شارج والهوسبيتاليتي والشيء اللي قدموا لينا ولل يعني محليا، يعني مشكورين جدا. ويخدم ايضا الاقتصاد الوطني بقوه من خلال هكذا نوع من صوره اخرى على المتعامل الخاص. صحيح. الان مشاهدينا الى اخبارنا الدوليه. وفي ظل التحديات التي تواجهها القاره السمراء، تجدد الجزائر التاكيد على تمسكها بمبادئ الاتحاد الافريقي مواجهه الازمات التي تهدد امن واستقرار القاره الافريقيه. التفاصيل معك من يحاج احمد.